إلى مراسل الإخبارية السورية في حلب ومن معبر الكاستيلو وليد هناي لكي يطلعنا على آخر الاستعدادات لليوم الثاني من هذه التهدئة. من جديد تحية لكم زملائي في استديوهات الإخبارية السورية في هذا اليوم الثاني من نظام التهدئة الذي أعد لإخراج مسلحين جبهة النصرة من الأحياء الشرقية وبالتحديد من طريق الكاستيلو الممتد حتى دوار أجندول. هذا المعبر الأول الذي أعدته الحكومة السورية هو المعبر الثاني منطقة بستان القصر داخل مدينة حلب. هذان المعبران المعدان لإخراج المسلحين وهنالك 6 معابر إنسانية هي عدت لإخراج المدنيين. يوم أمس كان حافلا بخروج عدد من المسلحين من معبر بستان القصر، مجموعة هي خرجت من معبر بستان القصر، ولكن قبل خروجها كان هنالك تصعيد إرهابي وخرق لنظام التهدئة من قبل المسلحين عبر استهدافهم معبر بستان القصر بعدد من القذائف الصاروخية. أيضا هذا معبر الكاستيلو ندى عدسة إخبارية سورية تقوم بجولتها في هذا اليوم وبالتحديد على هذا الطريق وإعادة انتشار قوات الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية المتواجدة هنا وقوى أمن الداخلي يعني من جديد لإعادة تأمين خروج المسلحين عبر هذا المعبر بالتحديد طريق الكاستيلو الذي يعد بشكل تام يوم أمس وفتحت سواتره أيضا وأزيلت الألغام من قبل وحدات الهندسة. على العموم كان هنالك أيضا يوم أمس تجهيز لوجستي كبير، تواجد لعدد من العربات الإسعافية وهي كذلك اليوم متواجدة معنا، عدد من الباصات الخضر، وهنالك أيضا سيارات كوسائط نقل هي معدة لإخراج المسلحين عبر هذا المحور الواقع شمالي مدينة حلب على أمل يعني أن يكون هذا اليوم الثاني اليوم 21 من نظام التهدئة. أيضا بتمام الساعة 8 وحتى الساعة 7 متواجدون لنرصد عبر الشاشة الإخبارية السورية وننقل برسائل مباشرة كل ما يجري على هذا المعبر بالتحديد، ولكن تحدثنا يوم أمس عن خروج عدد من الأهالي وبحسب ما نقلت مبادرة أهالي حلب بأن اليوم سوف يكون أو لربما يكون هنالك خروج لحالات إنسانية عبر هذا المعبر أو خروج للمسلحين. على العموم حتى اللحظات لن يتم تأكيد أي خبر من الأحياء الشرقية، وهذا ما يطلب عبر تواصل المسلحين مع مبادرة أهالي حلب بعدم أي الإفصاح عن أي معلومة. شرح المعلومات هي تزيد يعني في هذا المحور من قبل مبادرة أهالي حلب. على العموم اليوم نحن متواجدين لنقل الصورة بصوت والصورة ما يجري على محور الكاستيلو من جديد وجهوزية اللوجستية التي تأتي من قبل القيادة، ومن جديد أيضا توجه نداءاتها غرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب باتجاه الأحياء الشرقية لإخراج المسلحين ولإخراج المدنيين. وأيضا يوم أمس كان هناك حافل بأخذ المسلحين أو لأخذ الإرهابيين المدنيين في الأحياء الشرقية كدروع بشرية لهم، ويعني فرض نقطة حظر تجوال داخل الأحياء الشرقية، وبحسب المصادر التي وردت من هنالك عن طريق الأهالي بأن أيضا المسلحين هم قاموا بالانتشار على طول منطقة بستان القصر داخل الأحياء الشرقية وقامت برمي القذائف باستهداف زملائنا الإعلاميين المتواجدين عند معبر بستان القصر بحالات القنص وبالرصاص المتفجر. إن شاء الله اليوم يكون اليوم الثاني المعد بحسب القرار الذي اتخذ من قبل القيادة العسكرية الجيش والقوات المسلحة. ونتحدث الآن بأن الجيش العربي السوري لن يقوم بأي رد باستهداف معاقل المسلحين الذين قاموا بنقض التهدئة نظام التهدئة وقاموا باستهداف محيط منطقة بستان القصر ومنطقة الحمدانية. وأيضا هذا المحور يوم أمس شهد محيطه واستهداف بعدد من القذائف، ومن جديد هذا الصباح نستمع الآن يعني بإعادة لخرق نظام التهدئة من قبل الإرهابيين واستهداف النقاط المحيطة بنا بعدد من القذائف الصاروخية. هذا كل ما لدي حتى اللحظات، على أمل أن نعود برسائل مباشرة من طريق الكاستيلو هذا المعبر الأول، على الأمل أن نعود مع يعني المعلومات الجديدة والإضافية لنزودكم فيها مشاهدين عبر الشاشة الإخبارية السورية. العودة إليكم زملائي في الاستديو. شكرا جزيلا لك مراسل الإخبارية السورية من معبر الكاستيلو من حلب.